أحبائي أهلا وسهلا بالجميع بحلقة ممتعة ويمكن لأول مرة بتشوفوها. واحد سلطة السمك المشوي، اثنين وهي الوصفة اللي بتعقد، الدجاج مع اليانسون مدخن مسموكت فيمي. وبعدين بننتقل للرز بحليب، بس الرز بحليب رح نعمله بطريقة كتير حلوة، مجمر محطوط بقلب الجمر بطريقة عن جد رح تعجبكن كتير. خلونا نبلش بأول وصفة اللي هي واحد سمك ومشوي، اثنين بصل، عندها كمان الأوريغانو، عند البصل، عند السمسم، عند الطحينة، الفلافلي، البندورة، هودي كلهم سوا رح يدخلوا معنا أكيد مع عصير الحامض بوصفة وحدة وسريعة. رح نبلش، منقول يا شيف شادي سكينك وين؟ خلينا هيك بالطريقة الحلوة، نجي نسن السكين على الطبيعة ومنقول بندورة أو طماطم، طلعوا كيف؟ رح أجي أنا أقطعهم طريقة كمان كتير حلوة، ما رح كتير يعني نخليهم طوال، طلعوا كيف؟ نجي منقصهم بالنص، طريقة جميلة، كمان نفس الموضوع، نشيل إذا بدنا منهم، نرجع واحدة، طلعوا كيف؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، أوكي؟ بنكون بهالطريقة هيك، أوكي؟ ويلا هون صرنا أوكي. أما بالنسبة للبصل نروح على نقشر كمان البصلة بالطريقة اللي متعودين عليها دايما، وبقول دايما احسبوا إنه نحن عم نقشر بصل بالبيت بنحطهم بوعاء، الوعاء شو بيكون موجود فيه؟ مي، حتى ما نبكي بالبيت بتعرفوا، لأنه البصل اليوم بيحتوي على كتير من الأسيد بقلبه. هون يا شيف شادي عنا البندورة صارت جاهزة، وهيدي كمان هون البصلة، وهيدا هون البصل، عندنا كم بصل، بندورة. ننتقل هلأ على الفلافلة حلوة الصفرة، ناخد منها هيك شقفتين أو ثلاثة، منقطعهم شوي صغير كبار، شوفوا كيف يعني كيف البندورة قطعنا بالطريقة هيدي هون وحدة، نرجع اثنين ثلاثة، يعني هلا انا بقول ثلاثة بس مش ضروري ثلاثة، لكن صار عندنا فليفلي بصل، فليفلي حلوة او بندورة، فليفلي حلوة صفرة بصل، رح ناخد كمان الحمراء، يا سلام. طيب كيف بدنا نشوي السمك؟ اكيد في حلقات لشيف شادي على الطبيعة شوينا فيها السمك، حطينا عليهم البهارات، استعملنا اكيد الحطب والجمر، اوكي يعني عملناهم كمان على الموقدة بطريقة حلوة، بعدين بضل عنا. طيب إذا ما ضل عنا يا شيف شادي شو بنعمل؟ بنعمل سمك مشوي وبنعمل بعدين السلطة، ما في أي مشكلة. رح نبلش، إذا كان فليفلي حلوة صفرة أوكي وحمرة، نروح على كمان البصل، بكفي بالطماطم، يا سلام. هون صار عندي وعندي السمك، طلعوا كيف هلا السمكات يا شيف شادي. إذا بتلاحظوا تطلعوا كل سمكة، أنا أكيد عندي السمك البراء، من بعد ما شويناهم شلنا كل الحسكات منهم، يعني السمك أكيد بده يكون بلا حسك، إذا بتشوفون كيف أكيد ما تستعملوا الجلدة، إذا الجلدة موجودة شو بنعمل؟ بنشيل الجلدة على جنب، طلعوا كيف، وهيدي الجلدة هون ضلت كمان على جنب، وصار عندي السمك، ورح خلي منهم كم فيليه حتى زين فيهم السلطة بعدين. رح نبلش أول شيء بنقطعهم بطريقة سريعة وحلوة، طلعوا كيف، هيدي كمان حسكة رح نشيلها على جنب، ها ويلا يا شيف شادي السمكات موجودين هون، ورح نجي هالفليات الحلوين عليهم بالطريقة، يا سلام. طيب ضل عندي شغلة، أكيد بحط إذا بدكن الملح، منحط الفلفل هون على ذوقكن ساعتها، منروح كمان على شوي صغيرة من البابريكا، خلونا نحرك، يا سلام. وراح أجي قبل ما نعمل الصلصة اللي هي صلصة الطحينة، أوكي، أو خلينا نقول مثل التراتور، قريبة للتراتور، خلونا نشوف
كيف فينا نقدمها. رح اجي نعمل هيك، طلع شو رح اعمل. رح نجي نحط هالسلطة هون، طلعوا بأي طريقة تتشوفوا بس كيف بدي أقدمها. حطينا السمك، الألوان الحلوة الموجودة، واو شو حلوين. طلعوا كمان كيف هيك، أكيد فيكم ضبطوا كل شيء. نرجع من كفي يا شيف شادي، الألوان الحلوة مثل ما حكينا قبل، ضل عندي فيليات أنا من السمك على جنب، شو بعمل فيهم؟ يلا يا شيف طلعوا شو حلوين، نزين فيهم كأنه عم نعمل سيزر سلد. أوكي، وحطينا السمك عليها بدل ما نحط الدجاج، بس هون عملناها أكيد بطريقة مختلفة. ويلي أكيد بيحب كمان يحط خس، رح تشوفوا أنا كمان رح أحط كمان شوية خس عليها من فوق بس كرمال أعطيها جمال وزينة. رح أجيب كمان أنا نتفة صغيرة من الخس، رح تشوفوا كيف، ما رح نكتر من فوق، شايفين؟ وهون باخد شقفة من البندورة ومن الفلفل. يا سلام جريت. خلينا ناخد هلا الطحينة. مع الطحينة هون أكيد الطحينة عم نحكي نحن عن يا شيف شادي عن طحينة السمسم، يعني طحينة السمسم كلنا بنعرفها ما عندنا أي مشكلة معها. فأنا هون الطحينة اللي رح أعمله رح أجيب حامضة، نعصر عليها حامض أكيد من دون ما ينزل معنا البزر تبع الحامضة بهالطريقة. طلعوا كيف؟ أكيد بدنا من الملح والفلفل، وبدي كمان من البابريكا، يعني ملح وفلفل وبابريكا، شوي صغيرة من الماء، ومنحرك. هلأ في أشخاص بيحبوا الطحينة تكون بقلبها في بقدونس، بقلبها في فلافلة، بقلبها في بندورة، فيكن تعملوا اللي بدكن إياه. طلعوا كيف؟ أكيد يلا منزيد من الماء، حلو البريق وبالطبيعة. يا سلام يا سلام، طلعوا كمان هون الصلصة تعقد، لكن ملح وبهار، وحطينا بقلبها بابريكا، فيكم تحطوا بقلبها أي نوع من الخضرة، أي نوع من الخضرة يعني قصدي بندورة، فلافلة حلوة خضرة، بقدونس، كزبرة. أوكي، وبنجي بنقول أنا عندي هون هل طحيني كمان هالسلطة بهالطريقة. وأكيد فينا نحط شوية صلصة على جنب، طلعوا كيف صار عندي هون الطحينة، وعندي صار السلطة كل شيء جاهز. بضل عندي السمسم يلي بدنا نستعمله، حطينا السمسم هيك، وهيدا السمسم هون. واخر تاتش رح نعمله هو رح اخذ شويه بندوره هيك، قطعهم فيليات وحطهم على التراتور، يعني هيك واحدة اثنين، يعطونا هيك جميل للصلصه. وهيدي هي سلطه السمك المشوي مع صلصه الطحينه. وصفه حلوه بتعقد بتجنن. رح انتقل هلا على وصفة الحلقة بامتياز، الدجاج مع اليانسون سموكت في مي. وصف اليوم من الشيف شادي على الطبيعة بتطوش بتعقد، وليكو الدخان، ليكو السموكت اليوم، ليكو الفيمي. أوكي، عندي دجاج مع اليانسون والريحان، الحبق، البيزل، البازيليكو
اوكي مدخن. اول شيء راح بلش بالحبقات الحلوين، لايكو شو حلوين الحبقات. راح اجي افرم الحبق اوكي بطريقه كمان حلوه. راح كمان اخذ بعد كم ورقه من الريحان حطهم هيك، ونجي نفرمهم قد ما فينا يكونوا ناعمين. ولايكو شو راح اعمل على الحبقات، طريقه رائعه يا شيف. طيب عندي انا هون راح نبلش ملح. يا سلام، طلعوا الملحات شو حلوين، طلعوا الفلفل شو حلوين هون هيك. بنروح على شيء اسمه البابريكا. يا سلام، نشيل هيدي الحبق كمان، بعدين بنخلي شوي للزينه. عند البابريكا انتبهوا في نوعين من البابريكا، اوكي؟ عندنا البابريكا الحلوه وعندنا البابريكا الحاره. هون عم استعمل البابريكا الحلوه، اوكي؟ لانه ما كثير بنحب الحار، بس اللي بيحب الحار في اكيد يضيف. وعندي من الهيل الحلوين، ولايكو هون اليانسون، كترو يانسون. وصار عندي جاهزين ومنكفي. طلعوا شو عم بعمل انا، مثل كانه صرت عم بخلط الحبقات كلهم سوا مع نفس الوصفه. بتعقد بتجنن يا شيف، يا سلام. طيب اذا عملنا هيك زيحون على جنب، اكيد انا رح زيحون على جنب، ورح ناخذ صدر الدجاج مثل ما هو، او سفينه الدجاج، او البلون دي بولي، او التشيكن بريست، او بيتو دي بولو. خلصنا بالصيني ما بعرفها. اوكي ناخذ هيك مثل ما هي، طلعوا بتضل مثل ما هي، بننظفها بس اذا كان فيها اي جلد هيك على يمين على الشمال. ويلا نرجع بنفرش هالبهارات كلهم سوا هيك. طلعوا شو حلوه هالوصفه كلها سوا، السفينه كلها 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 كلها، شايفين؟ وبنرجع بنردها. ويلا يا شيف شادي هون نفس الموضوع كمان، وبنردها البهارات عليها. يا سلام، يعني بعتقد فهمنا اللعبه اللي عملها اليوم الشيف شادي بهالوصفه الحلوه. عندي من زيت الزيتون، وبدنا نروح هلا على مكنه التدخين نشرح عنها شوي، ونشوف شو في طعمات زياده فينا نعطيهم للجيش. راح انتقل. مثل ما شايفينها هي عباره عن مكنه بيتوتيه، اوكي؟ فينا نقولها يدويه، فينا نقولها عمليه، فينا نقول صغروره واطيه، يعني بتعقد. خلوني هلا بس فرجيكم شغله. هي بتتالف من طبقه اثنين ثلاثه، اكيد كلهم بينفكوا عن بعضهم، والحطب او الجمر بينحط هون. يعني رح نشوف هلا سوا، الجمر موجود بالقعر، شو رح اعمل انا؟ رح اجي في عندي، اذا بدكم عندي اكليل الجبل، عم نعطي امثال، اوكي؟ او قبل ما نعطي الامثال، تعال نعمل شغله. قبل ما نعطي الامثال نفتحها شوي صغيره، ها؟ فشو رح اعمل هلا؟ رح احط سفين الدجاج على الطبقه التحتانيه حتى ياخذوا معي وقت اقل. طلعوا لكم كيف؟ يلا يا واحد، وهيدي الثانية. يا سلام، بجي أنا بنرجع بنسكر من جديد كيف كنا بهالطريقة. هلا شو بيصير؟ هون كنا عم نحكي على نوع التدخين، يعني فينا نشتغل إذا بدكم بورق الغار، يعني جينا حطينا ورق غار. فينا إذا بدكم نشتغل مثل ما حكينا قبل بإكليل الجبل، وفينا إذا بدنا نشتغل بالبخور، إذا جاي عبالكم الأكل يطلع ريحته بخور، يا سلام، وهيدا بخور. وكمان فينا نشتري أنواع من الخشب المقطع أو النشارة. يعني أنا هون عندي شيء اسمه التفاح، يعني هون تفاح، هيدا تفاح، طلعوا هيدا كله إنشارة التفاح. ويلا التفاح، يعني
اكيد انا ما بطلب منكم انكم تعملوا مثل ما انا عملت هلا، بس عم ناخذ افكار اليوم من خلال الشيف شادي وعلى الطبيعه، افكار بتعقد بتجنن. بدنا ننتبه انه الحراره عاليه، الحراره ما لازم تزيد. يا شيف شادي الساعه موجوده، خلوني نبرم الساعه هون. لايك واو، لايك الدخل، يو تعقد. اوكي هلا التدخين كله سوا، الساعه هون موجوده، والساعه بتشير لل 70، يعني الحرارة بقلب هالسموكت ماشين أو هالمكنة التدخين هي 70. لازم تكون الحرارة الإيديال أو الحرارة المضبوطة أو الحرارة بتعقد هي 60. يا سلام. طيب خلونا نشوف هلأ، أوكي، من بعد دقيقة، ما صرنا أكثر من دقيقة، شو صار بهالسفينة الدجاج؟ شو رأيكم؟ نعملها يلا، شو منقول؟ منشيل؟ ومرقوا لعشرين دقيقة، ومرقوا لعشرين دقيقة، وهلا هون يا شيف شادي. هلا أكيد بس بدنا نحن نولع مكنة السموكت أو مكنة كمان التدخين. شو فينا نعمل؟ بنعمل فيها دجاج، بنعمل لحمة، بنعمل سمك، بنعمل سجق، بنعمل مقانق، بنعمل خضرة، بنعمل باذنجان، كل اللي بدكم إياه. وأنا هون صرت عندي إياها جاهزة. يا سلام، طلعوا الجميل، طلع. أوه. يا مامي يا مامي، إيلا يا سلام، بتعقد بتجنن، بعقده بياخذوا معنا حوالي 40 دقيقة 45 دقيقة حسب، وممكن إذا كانوا أسمك ياخذوا معنا بعد أكثر وأكثر. ننتقل على المطبخ ناخذ معنا الزيت ويلا هون. طيب كيف فينا نقدمها؟ أكيد نحن فينا نعمل كمان البطاطا مدخنة إذا بدنا، فينا مثل ما حكيت كمان أي نوع من الخضرة. اللي رح نعمله اليوم شغلة حلوة سريعة بتعقد بتجنن، لكن شو رح يصير؟ يا سلام يا شيف، عندي الشوكة، عندي السكينة، رح ناخد هيك واحد، رح نقول الخس رح نفرمهم ناعم. ليكوا الخسات كيف حلوين، فيكم تستعملوا أكيد البقلة، الروكا، الماتافيتس، اللولا روسا، اللولو بيانكو، اللي بدكم إياه، أنتوا اختاروا الأشياء اللي بدكم تعملوها. طلعوا شو حلوة، يا سلام. أوكي هلا رح نقطع ونحط عليهم. اوكي يا سلام هيك. وهون كمان عندي كمان الطنجره، هلا عم نحضر، رح نشيل الطنجره ونزيحها على جنب ونولع، لانه بلشنا نحضر هلا وصفه تانية. بس هيدي الوصفه التانية اللي عم نحضرها ما رح نحكي عنها هلا، رح نحكي عنها بعد شوي يا شيف شادي. وبلشنا وطفينا، جيد. شو رح يصير هلا؟ شامبينيون فري يا شيف، نقطعهم بعدين، بس قبل الشامبينيون فري رح ناخد الدجاجة. يا سلام شو هالجمال، شو هاللون. منبلش، يوه، واحدة اثنين، طلعوا شو حلوين، ثلاثة بهالطريقة. نعملهم كمان سريعين، أكيد برجع بعيد، نحن كونا كمان عم نحضر وصفات سريعة، أوكي، وكونا كمان عم نحضر وصفات مع وصفات تانية أو وصفة وصفة مثل ما عم تشوفوا دايماً. مش عم نحط حدا اوكي من الخضره، بس عم نعمل وصفات كتير حلوه فيهم خضره، سو بينجحوا معنا بتركيب الوصفه. وهون كمان طلعوا كيف تم، وهيدي بتجي هيك. وبناخذ من المشرومز، يا سلام على المشرومز، يا سلام. هون اكيد عم نحكي نحن المشرومز هني الفطر الابيض، اوكي، او خلي لا 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 عمالك يا شيف شادي، المشرومز هني الفطر، الفطر الابيض هو الوايت مشروم او الشامبينيون دو باري. بس انواع الفطر بالعالم، المشرومز ككلمه مش بس هيدا، لا، المشرومز ككلمه بتحتوي على اكثر من 98 صنف من الفطر حول العالم، هودي اللي انا بعرفهم، ما بعرف اذا بعد في اكثر من هيك، بس هيدا هو. وانا يا شيف شادي بيجي حط هون هيك، يا سلام على الجمال. ولانه استعملنا بهيدي الوصفه الحبقات الحلوين، رح نحط هون كمان كم ورده من الحبق. بعد 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 يا شيف شادي،
وكونه استعملنا البابريكا كمان بالوصفة رح نروح على البابريكا. وكمان هون حوالينا اليانسون، كمان اليانسون يعطيها النكهة الحلوة، وأكيد زيت الزيتون. وبهالطريقة هيدي منكون اليوم تعلمنا أول شيء، أخذنا فكرة كيف فينا نعمل أكل سموكت، إن كان دجاج، إن كان لحمة، أو إن كان سمك، أو إن كان شو ما بدنا. وبهالوصفة بكون انهيت وصفتي لليوم. وبالنسبة للوصفة اللي موجودة هونيك فيكن تحضروني دايما على طبيعة مع الشيف شادي وتتعلموها كمان. وسهلا فيكم بوصفة ممتعة سريعة حلوة للكبار والصغار على الطبيعة، الرز بحليب المجمر. اوكي، رح اعمله كمان بقلب مكنة التدخين، يعني رح خلي الصينية تبع الرز بالمكنة واو بعقد بجد. طيب، الرزات موجودين عندي على النار، حطيتهم مع الحليبات، حليب ورز. هلا ممكن الحليب يكون بودرة ونضف له مي، وممكن يكون الحليب سائل، يعني الشغل كتير هيني. وعندي الرزات استعملوا أكيد رز المصري اللي هو الحبة الصغيرة اللي فيه كمان كمية كتير كبيرة من النشا. شو بيعمل؟ بشلغنا، يعني بتطلع هيك مربوطين الحبات كلهم ببعضهم بتعقد، مثل ما أنا هلأ شايفين الوصفة بتجنن بتعقد. هلأ شو رح أعمل؟ السكرات الحلوين يا شيف، نزيد السكر من بعد ما زيد كمان السكر عليهم. يا سلام، بحرك لأنه السكر دغري بدوب، يعني ما في عندي أي مشكلة. رح أجي حط جوز الهند، برش جوز الهند، يعني صار عندي رز بحليب على طعمة جوز الهند. طيب إذا أنا بدي أعملها على طعمة تنقول القرفة، حطينا في قرفة، يعني ما في مشكلة. مثل ما اليوم فينا نطعم أي نوع من التشيز كيك أو أي نوع من كمان الدسير، فينا نطعم كمان الرز بحليب. ويا شيف شادي هون بدنا نسكب، بس قبل نسينا شيء. طب ولو يا شيف شادي مي زهر، مي ورد، يعني معقولة؟ وعندي من مي الورد هون شوي صغيرة، ما تكتروا لأنه بمرمر. خلونا نحرك هيك. يا سلام، سامعين صوت الضفادع؟ بتعقد. يلا كله اوكي، طفي انا وباخد هيك الرز بحليب هون. طلعوا شو حلو، بعمل هيك، نسكب الرز بحليب بقلب صينية لانه بده يروح على الفرن. هلا اذا ما بدنا شو بنعمل؟ على الفرن قصدي، بده يروح على مكنة التدخين، يعني بنحطهم بكاسات مثل ما بنعمل دائما بالرز بحليب العادي، وبننطر تا يبردوا وفينا ناكلهم. عندي من جوز الهند على وجهن، يا سلام يا شيف شو حلوين. بس بدنا نحطهم حتى يقرمشوا من تحت، حتى يتحمصوا، مجبورين غلفهم. رح نغلف، يلا منقول واحد اثنين ثلاثة ومنروح رحلة. منقول على القليلة، على القليلة بدنا نخليها هلأ على القليلة شي حوالي 10 دقايق، ربع ساعة مينيموم. بس رح نولعها، رح نقويلها لأنه بدنا نحمص مع شوية تدخين للرز بحليب. يعني رح حط أنا كمان من ورق الغار، رح حط من الروزماري بهالطريقة، منسكر. يا سلام على القليلة، هيدي الوصفة بدنا نخليها حتى تتحمر كلها سوا، أو يتحمر الرز بحليب على القليلة ربع ساعة 20 دقيقة، بس مع الشيف شادي يعني دقيقة يمكن أو أكثر بشوي. وهون مرقوا 20 دقيقة. يلا يا شيف شادي، يا بي كيف بدنا نفوت عليهم؟ أكيد بنشيلها نحن بهالطريقة هيك،
منعلي 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 ومنحملها يا شيف شادي ومنروح فيها على المطبخ. وهون صرنا كمان جاهزين بهالوصفة يا شيف شادي. بتعقد بتجنن، جمرت أنا. يلا واحد، رح هيك ناخد نظرة حلوة كيف تطلع بعدين، أوكي؟ بس أكيد بدها وقتها 20-25 دقيقة. يا سلام، واو هالطريقة هيك. شو بناخد هون؟ هيك شوي صغيرة من الفستق الحلبي، كمان قصدي مش الفستق الحلبي، قصدي جوز الهند. وهون عندي شوي صغيرة، إذا بدي بحط من المكسرات كمان عليها هيك ومنقدمها. وبهالطريقة بتكون وصفتي التالتة لليوم صارت جاهزة. بلشنا بسلطة السمك اليوم المشوي، انتقلنا على الدجاج مدخن، وبالاخر عملنا يا شيف شادي الرز المجمر. حلقتنا خلصت لليوم، وراح كمان يخلص النهار. الطقس بيعقد، وكمان حلقه بتعقد مع كل مشاهدين على الطبيعه. باي.